وإدراكا لدور الشباب في نهضة القارة، أقيم في العاصمة الدبلوماسية الإفريقية في فيني مؤتمر الشباب الإفريقي الأول بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد. وانطلق المؤتمر في 29 من شهر أكتوبر المنصرم، واستمر لمدة 4 أيام متتالية، حيث ناقش المؤتمر التحديات المختلفة التي تواجه القارة والتي تتمثل في النزاعات والصراعات التي تفضي إلى النزوح واللجوء وغيرها من المشاكل. كما ناقش المؤتمر سبل خلق بيئة مواتية للشباب الإفريقي لكي يلعب بدوره المنوط به في بناء القارة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ودعم قدراته المختلفة في ضمان وتعزيز جهود القادة الأفارقة في خلق مساحات أكبر لمشاركة الشباب في صناعة القرار في إفريقيا. وافتتح المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دماغا موكونن، الذي أكد في كلمته أن المؤتمر يسعى لخلق أرضية مواتية في تعزيز دور الشباب الإفريقي. Today, Africa is faced with multifaceted socio-economic, political, and security challenges. Amongst many others, poverty, poor governance, and corrupt institutions continue to challenge the continent in every insidious manner. It is therefore high time that we work to address these challenges rigorously. إن إفريقيا تواجه اليوم تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية متعددة، حيث أن الفقر والحوكمة السيئة والفساد استمر في تحدي القارة بطريقة خبيثة للغاية. وفي ظل هذه التحديات، فإن 75% من الشباب في القارة بحاجة إلى الدعم وتعزيز كافة المساعدات لهم من أجل تحقيق أجندة 2063. وقد حان الوقت إذن للعمل في إفريقيا لمواجهة هذه التحديات، وللشباب نصيب الأسد في هذا المنوال. وأكد دمك أيضا أن على الشباب أن يدركوا المسؤولية المنوطة بهم تجاه قارتهم، معربا عن ثقته في قدرات وإمكانيات الشباب الإفريقي في تأمين مصلحة القارة في المستقبل. Empowering and educating our youth will allow us to challenge the existing status quo and address the dangerous problems that face our continent. إن الشباب الإفريقي يحتاجون إلى لعب دور محوري، وأن يكونوا العنصر الفاعل في بناء السلام والاستقرار وتشكيل مستقبل إفريقيا. وإن تمكين الشباب وتعليمهم سيسمح للقارة بتحدي الوضع الراهن والملموس والمتغيرات والمشكلات. ويجب أن يعرف الشباب أيضا أن لديهم مسؤوليات لتأمين مصلحة قارتنا في السنوات القادمة، وليس لدي شك في أن هذا يمكن تحقيقه. وأشار دمك إلى أنه تم تصميم منصة مثل مؤتمر الشباب الإفريقي يساعد على ربط تجربة إفريقيا الماضية مع قادة المستقبل وإبقاء الوحدة الإفريقية على رأس جدول الأعمال. The African Union needs to be commended for the several youth development policies and programs it has established at a continental level. بناء على الأسلاف المؤسسين لإفريقيا، تتصور هذه القمة أن تصبح منصة قارية مهمة لتعريف القارة بالمثل العليا للقيادة الإفريقية. إن الاتحاد الإفريقي يستحق الثناء على سياسات وبرامج التنمية البشرية العديدة التي وضعها على المستوى القاري. وأوضح دمك عن تجربة إثيوبيا في تمكين الشباب وإعطائها الاهتمام اللازم لهم من خلال تعزيز مشاركتهم في مناصب القيادة وصنع القرار في خطتها التنموية العشرية. As far as ETP is concerned, its national youth policy recognizes the potential and actual contribution of the youth in the process of nation building. Ensuring greater participation of youth in leadership and decision-making positions holds central place in Ethiopia's national 10-year development plan. إن السياسة الوطنية للشباب تعترف بالمساهمة المحتملة والفعلية للشباب في عملية بناء الدولة، حيث أن ضمان مشاركة أكبر للشباب في مناصب القيادة وصنع القرار يحتل مكانة مركزية في خطة التنمية العشرية لإثيوبيا. وإن الحكومة الإثيوبية تدرك أن أي جهد لضمان التعايش السلمي والتنمية الاقتصادية الشاملة والوحدة الوطنية يجب أن يركز على الشباب. ولهذا السبب شرعت البلاد في حشد التطور
الشبابي في إطار البرنامج التطوعي الوطني للشباب الذي يجري تنفيذه. وشارك دمك أيضا تجربة إثيوبيا الأفضل في مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال تنفيذ مبادرة البصمة الخضراء وحشد أكثر من 20 مليون شخص خلال فترة 4 سنوات وزرع أكثر من 22 مليار شتلة من الأشجار في جميع أنحاء البلاد. وحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في ختام كلمته حث الشباب الإفريقي على تبني مبادرة البصمة الخضراء كاستجابة جيدة لاتجاه مقلق للاحتباس الحراري والبيئة. من جانبها قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباغانو إن الاتحاد الإفريقي يعترف بأهمية الشباب كمورد حاسم لتنمية القارة. African Union recognizes the youth population as a critical resource towards the development of the continent and seeks to empower young generations to be resilient advocates of change towards addressing the challenges that they continue to face on the road to إن مفوضية الاتحاد الإفريقي تسعى إلى تمكين الأجيال الشابة من أن يكونوا مرنين للتغيير من أجل مواجهة التحديات التي ما زالوا يواجهونها على الطريق لتحقيق إفريقيا التي نريدها. وإن إفريقيا تتمتع بإمكانيات طبيعية وبشرية، وينبغي على المفوضية تفعيل دور الشباب من خلال الاستثمار في التعليم وتطوير قدراتهم والاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في كافة الأنشطة ومنحهم الثقة وخلق فرص العمل لهم، لأن الشباب قادرون على تحمل مسؤولياتهم في تعزيز النهضة من أجل إذاعة روميا مقابلات مع عدد من الشباب المشاركين في القمة، حيث أوضحوا بأهمية المؤتمر في جمع الشباب الإفريقي من أجل العمل لرؤية موحدة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لمواجهة التحديات المشتركة، مشيدين بدور إثيوبيا في أخذ زمام المبادرة في هذا الصدد. Yeah, I think it's a very great event. I think it's laudable, first of its kind, to see how to bring African youths. Especially on us discussing and sharing experiences on some of our common challenges and to see how we can look forward as people. هذا المؤتمر هو الأول من نوعه ويهدف إلى جمع الشباب في القارة وتبادل خبراتهم حول تحدياتهم المشتركة وكيفية إيجاد الحلول لها في المستقبل. ونحن قادة اليوم والمستقبل، ومن المهم بالنسبة لنا تبادل الخبرات فيما بيننا وربط الجيل الماضي بالحاضر من خلال استلهام إرث الآباء المؤسسين لحركة عموم إفريقيا والاتحاد الإفريقي. It is very important for us to be able to come here as Cameroonian youth leaders and representative of our country because we are delighted to be able to bring our voice together with other African countries so that we can be able to speak as one voice a united Africa. نحن سعداء بالتقائنا مع الشباب من مختلف أنحاء القارة وضم صوتنا معهم لكي يمكننا التحدث بصوت واحد، وهذه القمة مهمة من أجل مناقشة التحديات المختلفة التي تواجه الشباب في القارة، كما نقوم بتبادل أفضل الخبرات وخاصة حول تحديات بناء السلام والأمن في القارة والتغير المناخي ومعدلات البطالة وإيجاد سبل لدعم الشباب الإفريقي. Today's event is actually a significant one that will go down to the lane of history as one of those important days when youths of more than 50 countries in Africa are converged in the AU hall to discuss issues affecting the Africa as a continent and then respecting the invitation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
of Ethiopia under the dynamic leadership of Abiy Ahmed, the Prime Minister. يعتبر هذا المؤتمر مميزا من حيث جمعه الشباب من أكثر من 50 دولة إفريقية في هذه القاعة، وهذا بفضل القيادة الديناميكية التي يتمتع بها دولة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد والوزارة الخارجية الإثيوبية التي قامت بتنظيم المؤتمر. أريد أن أشكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لجمع الشباب الأفارقة للتشاور حول كيفية تنفيذ أجندة 2063. ويوجد في القارة أكثر من 70% من الشباب، ولذا فإن الشباب يلعبون دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني للقارة. وتلمسنا من هذا المؤتمر على أن إفريقيا عليها أن تعمل جاهدة في مواجهة آثار التغير المناخي التي تسببها الدول المتقدمة، وذلك من خلال غرس الشتلات. أيوني يا إيكانا إني قدان تقوم فا أبلوما درغوت أفريقا تيم سودا كانت على تمو متأنو وان بيا بيا تجرن درغوني وان بيا براكي سجرو غرانات فيداني كانت جرو مفرطاني أكو ريغلاتيت تيمينان أفريقا نيو تيمتي دينك دينك نيو بوران جرمي من الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر هو تعزيز الأخوة بين الشباب في القارة وتبادل الخبرات فيما بينهم من أجل تقوية إفريقيا اقتصاديا وتعزيز منافستها عالميا. وينبغي علينا معرفة جهود القادة الأفارقة القدامى الذين عملوا من أجل الوحدة الإفريقية وخاصة دور إثيوبيا، ولذا من أهداف القمة أيضا تعزيز الوحدة الإفريقية. والأمر الآخر أنه منذ السنوات الأربع الماضية شهدت بلادنا إصلاحات واسعة وخاصة في بناء الاقتصاد الأخضر، وهذه المنصة تعتبر فرصة لنقل تجربتنا في هذا المجال. وبالفعل قمنا قبل أسابيع بحملة غرس الشتلات في دول شرق إفريقيا، وتعمل الحكومة لتعميم هذه التجربة على مستوى القارة. Say thank you for the Prime Minister Abiy Ahmed, who has organized this summit to regroup all. أريد أن أشكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد الذي مكن شباب القارة من التواصل فيما بينهم، وإن هذه المنصة خلقت لنا فرصة للتشاور فيما بيننا. وإن الدكتور أبي أحمد اتبع نهج كوامي نكروما وجوليس نيريري في مواصلة إرث عموم إفريقيا، وهو قائد حكيم، وشهدنا ما بذله من الجهود في تعمير بلاده. وعلى القادة الأفارقة السعي في بناء مستقبل القارة بإشراف. يكون عن أبرز التحديات التي تواجه الشباب من خلال وجهة نظرهم، وأكدوا أن إعطاء الثقة للشباب يعتبر ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم، وضرورة إحياء إرث القادة الأفارقة القدامى في نبذ الاستعمار بكافة أشكاله. I think the major issue of Africa, especially as young people, is to for us to be interested in Africa. The aspect of trust, many young people, if you look at how young people go out of the country, travel, risk their lives. أعتقد أن الأمر المهم بالنسبة للشباب في إفريقيا هو الحصول على الثقة من قبل القادة، لأن هجرة العديد من الشباب إلى الخارج وتحملهم المخاطر في هذا الصدد تنم من الحوكمة السيئة، ولذا يجب تغيير هذا النمط. وإن الضغط الإيجابي الذي بات يحدثه شباب القارة على حكوماتهم حتما سيأتي بالتغيير، وإذا تحقق الحكم الرشيد والشفافية وجرت الانتخابات بصورة حرة ونزيهة، فإن الشباب سيساهمون حينها في نهضة قارتهم. I expect the youths to actually break those chains of colonialism and then listen to their leaders, because for me Africa has a story to tell, but if the youths actually listen to the Western media, they will not be able to understand what Africa has to offer. أتوقع من الشباب أن يكسروا حواجز الاستعمار وأن يستمعوا إلى قادتهم، وألا ينشغلوا بالادعاءات الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية والتي تعرقلهم عن القيام بدورهم تجاه قارتهم، لأن إفريقيا لديها العديد من القصص التي لم تكتشف بعد. ورأينا الكوارث التي أحدثتها هذه الوسائل الإعلامية خلال حرب إثيوبيا مع جبهة تيغراي، وإن الشباب لهم دور مهم جدا وخاصة في بناء اقتصاد دولهم، وعليهم أيضا اتباع إرث آبائهم القدامى أمثال كوامي نكروما وجوليوس نيريري وتوماس سانكارا.
خلال اختتام المؤتمر أكد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وصاحب المبادرة لإقامة المؤتمر على أن تعزيز روح الوحدة الإفريقية من شأنه أن يمكن من التنمية ويصون سيادة القارة وسلامة أراضيها. As Africans, we must stay on the path that our forefather paved. Remarkable Pan-Africanist founded the OAU in 1963 to promote unity and solidarity among East African states. يجب على الأفارقة أن يظلوا على الطريق الذي مهده أجدادنا الذين أسسوا منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963 لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية. وإن تعزيز روح الوحدة الإفريقية سيحثنا إلى التنمية ويصون سيادة قارتنا وسلامة أراضيها. وإن هذا المؤتمر يعتبر تذكيرا مهما لجيل الشباب في إفريقيا ليكون قادرا على تحمل المسؤوليات التي حددتها أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رحلة إفريقيا نحو الازدهار أمر حتمي، حيث أن العديد من الأمور تعمل لصالح إفريقيا. By 2030, 40% of global youth will be African. The next generation of African and global leaders is sitting among us you. You and you. بحلول عام 2030 سيكون حوالي 40% من شباب العالم في إفريقيا. الجيل القادم من القادة الأفارقة والعالميين يجلس بيننا وبينهم. لقد انتعش معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا منذ فجر الألفية الجديدة، وفي الوقت الحاضر يتقدم الأفارقة إلى الأمام بمعدل متسارع في مجالات الشركات الناشئة والأفراد المبدعين والابتكارات. وأوضح رئيس الوزراء عن توسع استخدام التكنولوجيا في القارة من وقت لآخر، والذي بات يعالج أكبر التحديات في القارة، كما تعهد بأن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لتنفيذ مخرجات القمة. Technologies from Africa are spreading across the continent and beyond, tackling some of the continent's biggest challenges with homegrown. تنتشر التكنولوجيا من إفريقيا عبر القارة وخارجها، وتعالج بعضا من أكبر التحديات في القارة باستخدام التكنولوجيا المحلية. لقد عقدنا مؤخرا مؤتمر عموم إفريقيا للذكاء الاصطناعي، وقمنا بتطوير استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تسخير قوة التكنولوجيا الناشئة. ويتطلب استمرار المسار الاقتصادي الملائم تحولا هيكليا لاقتصاداتنا. وأخيرا أتعهد بأن إثيوبيا ملتزمة بشدة بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لتنفيذ قرارات قمة الشباب. وكان مسك ختام هذه القمة أن تم تقديم الجوائز والاعتراف لأسر 17 قائد من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية أمثال الإمبراطور هيلي سلاسي وكوامي نكروما وجوليوس نيريري وتوماس سانكارا وبن بن. أهلاً الكرام، نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وحتى نلتقي في برنامج مماثل في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.